السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض طريقة عمل الطاولة المستحيلة، طاولة غريبة جدا تقدر تنفذها بكل سهولة. الطاولة دي مبهرة جدا لأي حد ما شافهاش قبل كده. طبعا تقدر تنفذها بمقاسات مختلفة وليها تصميمات تانية بأشكال مختلفة عن كده كتير، ولكن خلونا نبدأ في الشرح بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني، يلا بينا نبدأ في الشرح. جبت قطعة خشب 4 سنتي في حوالي 3 سنتي. طبعا تقدر تنفذ الطاولة ديت بالمقاسات اللي تناسبك وبأي خشب تقدر تعملها بيه ان شاء الله. وبدأت اقطع على زاوية 45 كده، وخدت علام بطول 24 سنتي. وهنبتدي نقطع من الجهة التانية على زاوية 45. من شر الياباني ده هسيب لك فيديو كامل ليه من خلال الاي اللي فوق ديت، تروح تشوف وتعرف كل مزايا. وهنحتاج قطعتين بنفس الشكل ده بطول 24 سنتي. طبعا المقاسات دي انت هتقدر تنفذها بمقاسات مختلفة. وهحتاج 4 قطع تاني بطول 17 سنتي بزاوية 45 من ناحية وبزاوية 90 درجة من ناحية، علشان محتاجين نعمل الشكل ده ومحتاجين ننفذ الشكل ده مرتين. ودي قطع الخشب بتاعتنا، هنبتدي نفرد التيب كده ونلزق عليه 3 قطع، قطعة طويلة في النص وقطعتين 17 سنتي على اليمين وعلى اليسار. وبعدين هنبتدي نحط الغرة بتاعنا. طبعا بنفرد الغرة كويس، وبعدين هنجمع الخشب على حرف يو كده ونتأكد من قائمية الزاوية بتاعتنا، ونبتدي نلزق قطع التيب كده علشان نثبتها في مكانها، وهنسيبها تنشف شوية. وهنعمل القطعة التانية برضو بنفس الطريقة، تمام. وكده بعد ما نشفوا هنبتدي بقى نضرب كويلة هنا في المكان ده علشان تكون الزاوية متقوية وتستحمل معانا. وخدت علام كده على بعد 3 سنتي مثلا، وعلى نفس الزاوية 45 ديت هنبتدي نعمل ثقب مائل كده علشان يعدي معانا من الناحية التانية، ونبتدي نضرب الكويلة بتاعتنا. وفي باقي الأرقام بقى بدأت أعمل نفس الثقب. وهنحط الغرة بتاعنا بقى تمام، وبعدين نعدي الكويلة والاتجاه التاني برضو بنفس الطريقة، وهنقص الزيادة. تمام جدا. وبعدين جبت قطعتين خشب بطول 21 سنتي أو 21 سنتي ونص، وهحتاج قطعتين تاني بطول 10 سنتي، والأعواد دي كانت 2 سنتي في 2 سنتي. وهنبتدي بقى نثبت كل قطعتين في بعض بالشكل ده. هنعمل ثقب كده من فوق، وهنخوش لراس المسمار شوية غيره، وهنربط المسمار بتاعنا كده. طبعا الطريقة دي منتشرة على الانترنت جدا وليها طرق كتير جدا غير دي، ولكن طبعا احنا بنحاول نشرح الفكرة للناس اللي ما تعرفهاش وليقدروا يعملوا شيء مختلف بنفسهم. طبعا نبتدي بقى نصنفر قطع الخشب اللي جمعناها في بعض ديت، ونبتدي نوسطنها في النص كده بالظبط. ونبتدي ناخد العلامات بتاعتنا، تمام. وهنشيل الجزء ده،
طبعا مهم جدا لو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد تدعمنا بلايك للفيديو ده وتشترك معنا في القناة لو كنت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد، وطبعا رأيكم بيفرق معنا جدا علشان نستمر ان شاء الله. تمام كده، بعد ما فرغنا الجزء ده وعملنا القطعة التانية برضو بنفس الطريقة، هنبتدي بقى نجمع قطعتين الخشب اللي على حرف ال دول بمسمار كده من الخلف وشوية غيره، وهنبتدي نعمل الثقوب اللي هنعدي فيها الخيط بتاعنا. طبعا انا هنا هستخدم خيط اللي هو شعر الصيد، وحددت المنتصف وبنطة 3 مللي، هنبتدي نعمل الثقوب بتاعتي. هنبتدي نثبت الخيط بشوية غيرة كده وعواد الشوي دي. وبكده ثبتنا الخيط من الطرفين دول، والطاولة دي مبنية على الخيطين بس، والخيط اللي في النص اللي هو عبارة عن ميزان للطاولة. وهنبتدي بقى نثبت الخيط اللي في النص ده، طبعا هو السر كله في قطعة الخيط اللي في النص ديت. تمام، بعد ما ثبتناه بالشكل ده نبتدي بقى نقص الزيادات بتاعتنا. وطبعا ده شكل الطاولة النهائي مبنية كلها على الخطين دول وعلى الخط اللي في النص بس علشان تقف بالشكل ده. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، تشترك معنا في القناة لو كنت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد، وإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.